نستعرض معا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة المنكوب. منذ بداية هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة لم يكن للمدنيين أي ملاذ آمن، فالاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي استهداف أهداف عسكرية لا يوجه قصفه إلا نحو المباني السكنية التي تؤوي عائلات بريئة وسط القطاع. وعلى مدار الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل مقاطع مصورة توثق لحظات استهداف تلك المنازل، حيث يطال القصف حياة المدنيين الأبرياء ويجبرهم على النزوح المتكرر، تاركا خلفه دمارا هائلا ومعاناة لا تنتهي. لنشاهد.